السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متتبعي مدونة الجغرافيا التطبيقية في كل مكان. أهلا بأساتذتي الكرام وأستاذتي الكريمات في هذا الدرس الذي من خلاله سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وجديدة لإعداد الجدادات. لا شك أنكم تجدون صعوبة أن بعضكم يجد صعوبة في كتابة الجدادة، يا إما ورقيا أو إلكترونيا. من ناحية الورقيا فهنالك إن وجدت هنالك أخطاء في أثناء كتابة الجدادة فيصعب حذفها، وبالتالي يتم إعادة كتابتها من جديد، وكذلك تعيد صياغة شكل الجدادة مرارا وتكرارا حتى وإن كنتم تبحثون عن حل سهل وأتعبتكم برامج التحرير ولا تعرفون كيف تستعملونها. بالنسبة لبرنامج تحرير الوورد تجدون صعوبة في كيفية إعداد الجدادة ضمن هذا البرنامج وبطريقة سهلة نظرا لمجموعة من الخطوط التي تصعب هذه العملية. إذن لدينا لكم حل سهل وبسيط جدا، وهو عبارة عن برنامج يقوم بإعداد الجدادة بطريقة سهلة وجميلة جدا، تمكنكم من خلالها من إدراج معطيات بسيطة ومرقمة ضمنيا داخل البرنامج، وبالتالي هو يقوم بعمل تنظيم للمعطيات وتحضير جدادة الدرس جيدة وجميلة حتى أنه يمكنك طبعها مباشرة من البرنامج. ابقوا معنا وتابعوا معنا الشرح حتى نتعرف كيف يمكن ذلك. لتحميل البرنامج سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو في رابط يمكنكم تحميله منه. بعد الدخول إلى البرنامج ستجدون ملف STE Setup، نقوم بالضغط عليه ونقوم بتثبيته. اختر اللغة التي تناسبك، مثلا عربية، التالي موافق، التالي. هنا نختار مكان تحميل مكان أو مكان تثبيت البرنامج، من الأفضل أن يكون في الملف دي، في ديسك دي هنا، ثم أوكي ديسك لوكال دي، التالي التالي التالي، تثبيت. إذن بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج تجدون أيقونة البرنامج هنا على سطح المكتب، تحضير إلكتروني. ندخل مباشرة إليه، أوفرير. هنا سيطلب اسم المستخدم ثم كلمة المرور. بالنسبة للاسم المستخدم أدمين، وكلمة المرور 10. بعد إدخال كلمة المرور واسم المستخدم نقوم ببعض التعديلات على البرنامج حتى يصبح جاهزا للاشتغال. أولا نقوم بإدخال بيانات المعلم. بالنسبة للكود يمكنكم تغييره، اسم المعلم إدخال اسمك الشخصي، بالنسبة للمدرسة اسم المدرسة، ثم الإدارة إن أردتم. إذن لدينا معلومات شخصية خاصة بالمدرس، الإدارة، المدرسة، واسم المدرس. ثم نقوم كذلك إذا أردت تغيير كلمة المرور تقوم بتغييرها من هنا. إذن قبل الشروع في إعداد الجدادة نقوم بإعداد المعلومات العامة، أساسيات البرنامج. ندخل إلى أيقونة أساسيات البرنامج ثم تحديد الأساسيات. بالنسبة لإضافة عنوان الدروس يجب أن تضع عناوين الدروس التي تريد الاشتغال عليها، مثلا رقم كود الدرس رقم 1، ثم عنوان الدرس. عنوان الدرس اكتب عنوان الدرس الذي عندك، مثلا أنا اكتب فقط عنوان الدرس. هنا أنت تكتب عنوان الدرس الذي تريد الاشتغال عليه، أي عنوان الدرس الأصلي، وهكذا حتى تكمل عناوين الدروس التي تريد الاشتغال عليها.
بالنسبة للوسائل المستخدمة، هذه بعض الوسائل المقترحة، ويمكنكم إضافة وسائل أخرى تعليمية، وسائل تعليمية أخرى، إضافة مادة. إذا كانت المادة مادتكم موجودة في هذه القائمة فلا داعي لإضافتها، وإن لم تكن موجودة فتضيفها هنا، مثلا جغرافيا ثم التاريخ وغيرها من المواد التي يمكن إدراجها ضمن هذه القائمة. إذا كانت المادة تتوفر على فروع فيمكنكم إضافة فروع للمادة من هذه الأيقونة، مثلا اللغة العربية لها فرع النحو والقراءة والنصوص التعبير إلى غير ذلك، وبعض المواد الأخرى تكون لديها فروع. إذن يجب أولا قبل الاشتغال على البرنامج تحديد هذه المعطيات. أولا قلنا تدخل عناوين الدروس، جميع عناوين الدروس التي تريد الاشتغال عليها، ويمكن تعديلها لاحقا أو قبل الاشتغال على أي درس، فيجب أولا أن تضيف عنوانه هنا. ثم قلنا الوسائل، إذا أردت أن تستعمل وسائل أخرى، وسائل تعليمية غير متوفرة في هذه القائمة، يمكنك إدراجها هنا. ثم بالنسبة للمواد، إذا كانت مادتك لا توجد هنا فيمكنك إضافة مادتك حتى ثم خروج. الآن بعد أن قمنا بإعدادات البرنامج، نقوم في الدخول إلى تحضير جدادة الدرس. نذهب إلى تحضير، يعطينا هذه المعطيات سهلة جدا. نختار عنوان الدرس، قائمة العناوين التي كتبناها سابقا توجد هنا، مثلا نحن كتبنا عنوان درس واحد، عنوان درس جوج، عنوان درس واحد. ثم تختار الصف، أولى ابتدائي أو إعدادي أو الثانوي، مثلا الأولى ثانوي. ثم المادة، هنا تختار المادة التي تشتغل عليها، مثلا الجغرافيا. ثم فرع المادة، إذا كانت للمادة فروع كما سبق ذكره فتضع فرعها هنا. بالنسبة للفصل، أول ثاني ثالث، أو القسم، يمكن أن يكون القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، حسب الأقسام. ثم الفترة، هل هي فترة كاملة أو نصف فترة، حصة كاملة أو فقط نصف حصة، مثلا حصة كاملة. ثم بداية الفترة أو ثاني فترة، هذا متعلق بجزء من التحضير. ثم التاريخ، تقوم بإدخال التاريخ، وقت الدرس، مثلا 60 دقيقة. هنا نبذة عن الدرس، تضع تعريف بسيط عن الدرس، سأختار مثلا النص، هذا فقط كنموذج، يعني لا ليست ملزمة أن يكون صحيحا، فقط نموذج توضيحي فقط. نقوم بنسخ. ثم هنا أهداف التعلمية، كل درس له أهداف، نقوم بكتابة أهداف الدرس في هذه الخانة، الأهداف التعلمية. سأخذ مثلا، هذا فقط نموذج لتسريع العملية، تقوم بكتابة أهداف الدرس. المصادر، هنا المصادر التي تعتمد عليها، مثلا الكتاب المدرسي ثم المنهاج وغيرها من المصادر التي تعتمد عليها. المتطلبات السابقة، وهي ما يجب أن يكون المتعلم في ذهنه سابقا. هنا نقوم بأولا وسائل تعليمية، تختار وسيلة من الوسائل، مثلا حساب آلي، جهاز العرض، الكتاب المدرسي، اللوح، سبورة، ملصقات، مجسمات، أي شيء تريد الاشتغال به. تختار صنف، مثلا الكتاب المدرسي. الواجب، إذا كنت تريد أن تطلب من المتعلمين واجب يقومون به في منازلهم، سأضع نص، فقط نص من أجل ملء الفراغ. ثم التقويم، الأسئلة التقويمية التي يجب أن يكون المتعلم قد حصلها في نهاية الدرس، تكتب هنا الأسئلة التقويمية التي يجب أن يستفيد منها المتعلم. هنا نقوم بنشاط، هنا النشاط التعلمي يكون في هذه الخانة، عنوان النشاط أو رقم عنوان النشاط، النشاط الأول أو الثاني أو الثالث. في الكتاب المدرسي تكون هنالك مجموعة من الأنشطة، مثلا نحن في النشاط الأول، توقيت النشاط مثلا 5 دقائق، هنا نكتب النشاط الذي نريده، مثلا سأنسخ هذا النص فقط للتوضيح.
هنا أسلوب العمل مجموعات أو فردي، كيف ستشتغل مع المتعلمين؟ هل على شكل مجموعات أو بشكل فردي؟ اختار مثلا فردي. هنا إذا أردت إدراج صورة تقوم بإحضار صورة من حاسوبك، مثلا خطاط على هذا الشكل، تدرج الخطاط. إذا بعد الانتهاء من هذا المحور نقوم بانتقال إلى محور ثاني، نقوم بجديد بالضغط على جديد، ثم نضيف نشاط. مثلا انتهينا من النشاط الأول، دابا النشاط الثاني، ثم توقيت مثلا 10 دقائق. كنا في البداية اشتغلنا بفردين، الآن سنشتغل بمجموعات مثلا، ثم نختار صورة إذا أردنا أن تكون أن نشتغل بصورة أو جدادة، عفوا صورة أو خطاطة أو ما شابه ذلك، مثلا صورة على هذا الشكل، ثم نقوم بكتابة النشاط الذي نريده بهذا الشكل، ننسخ النشاط. وبهذه الطريقة نكمل النشاط الثاني والثالث إلى غير ذلك، نضغط على جديد وينتقل إلى نشاط آخر، وهكذا دواليك حتى ننهي أنشطة الدرس. بعد الانتهاء من هذه الخطوات نقوم بحفظ التحضير، في هذا بالضغط على هذا الزر حفظ التحضير، وبالتالي نكون قد انتهينا. نعود إلى التحضير، نعود إلى القائمة الرئيسية. إلى هنا من أجل طباعة التحضير نضغط على طباعة، إما نختار كل الصفوف أو نختار بدرس محدد، نختار الدرس الذي قمنا بإنجازه مثلا الدرس الأول، ثم معاينة. إذا هذا هو شكل الدرس النهائي الذي قمنا بإعداده بهذا الشكل. هنا اسم المعلم، ثم عنوان الدرس، صف، ثم الفصل، ثم الفترة، ثم التاريخ، ثم المادة. هذه نبذة عن الدرس بهذا الشكل، توقيت الدرس ككل 60 دقيقة، أهداف تعلمية، كذلك المصادر، ثم المتطلبات المسبقة، ثم كذلك النشاط الأول، النشاط الثاني، ثم التقويم النهائي، ثم كذلك الواجب المدرسي الذي يجب على المتعلم القيام به. وبالتالي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، المرجو أن نكون قد أفدناكم بهذا الدرس. لا تنسوا الإعجاب بصفحتنا وكذلك بقناتنا على اليوتيوب، لا تنسوا نشر الشرح مع باقي الأساتذة أصدقائكم وصديقاتكم. نلتقي في درس آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.